أهلا بكم مشاهدينا. يحتاج أفراد المجتمعات قاطبة إلى التشبع بعدد من القيم التي تجعل منهم مواطنين إيجابيين قادرين على نسج علاقات إنسانية فيما بينهم ومؤهلين لإنشاء روابط تسمح لهم بإنتاج ما يعود عليهم بالنفع والاستقرار والاطمئنان. ومن بين القيم التي لا يمكن لأفراد المجتمع أن يستغنوا عنها في سياق تعاملهم مع بعضهم أو مع أفراد مجتمعات أخرى، هناك قيمة التسامح التي لا ينبغي أن تظل مجرد شعار يتغنى به في المناسبات والمنتديات، ولا أن تبقى محض أمنية يصبو إليها الناس ويطالبون بها في المجالس والتجمعات، بل تحتاج إلى مناهج تربوية وبرامج تعليمية كي تسود بين الأفراد وتتجذر داخل النفوس وتترسخ في الوعي المجتمعي. فإلى أي حد يمكن الحديث عن وجود مناهج تربوية حول التسامح في نظامنا التعليمي الوطني؟ وما هي الإكراهات والعوائق التي يمكن أن تواجه البرامج التعليمية الموجهة نحو التربية على التسامح؟ وبأية آليات ووسائل يمكن الارتقاء بالمناهج التعليمية حتى تساهم في ترسيخ قيمة التسامح؟ للحديث في هذا الموضوع الذي يستدعي المتابعة ويسرع الانتباه، يسعدنا أن أرحب بالسيد عبد الإله الصغير، المنسق الجهوي للمؤسسة الدولية للتدريب والتنمية وعضو فريق مدربي المنتدى المغربي لشباب التسامح. مرحبا سيدي. مرحبا للا خديجة. مرحبا. وترحب يتجدد أيضا بالدكتور أحمد الدفري مستشارنا وخبير في علوم الإعلام والتواصل. مرحبا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ خديجة. مرحبا. طيب، أول نقطة سأثيرها في هذه الحلقة معكم أستاذ عبد الإله صغير، من منطلق اشتغالكم في المجال المتعلق ببرامج التربية على التسامح ومحاربة العنف والتطرف داخل المؤسسات التعليمية، أود أن أعرف منكم أستاذ خصوصية العمل الذي تمارسونه في هذا الإطار، وأيضا خصوصية المؤسسات التي تحتضن ما تقومون به من أنشطة. تحية مباركة في هذه المناسبة ديال العيد المبارك، وتحية لكل مكونات البرنامج بصراحة، تحية لك للا خديجة وللدكتور السي أحمد الدفري. في البداية أود أن أشير إلى نقطة أساسية، وهي كما يقال الشرط في الفدان ولا القصومة في النوادر. لا بد أن ننطلق أولا من تحديد المفهوم، لأنه غالبا مفهوم التسامح يفهم بشكل سلبي أو يفهم بأنه انهزام، في حين أن مفهوم التسامح يعني عدم رد الإساءة بالإساءة، وبالتالي يعني الترفع عن الصغائر والسمو بالنفس إلى مرتبة أخلاقية عالية يحقق وحدة التماسك للمجتمعات والقضاء على الخلافات بين الأفراد والجماعات. إذن فالتسامح من هذا المنطلق هو احترام تبادلي بين الأفراد والآراء، آراء الفرد، الآراء بكل أشكالها، قد لا نتفق معها ولكن ينبغي أن نحترمها، فهذا جزء لا يتجزأ من التسامح. قضية أخرى هو تحصيل لحقوق وأداء الواجبات، بمعنى أن التسامح لا يمشي من طرف الحقوق فقط أو الواجبات فقط، فهما يسيران في خط متوازي. من هنا وهذا الذي ينبغي أن نؤكد عليه، هو أن التسامح هو مقاربة، تمام، مقاربة لمعالجة المشاكل، بمعنى أنه حينما تعترضنا مشكلة ما ينبغي أن نعتمد التسامح كمقاربة، وهذا التسامح يعتمد أساسا الحوار. الحوار هو كآلية لمعالجة المشاكل بدل أن نخضع أو أن نلجأ إلى العنف أو التطرف أو إلى غير ذلك. طيب. إذن من هنا فالتسامح يرفع من رقي الإنسان ويجعله مليئا بالخير بعيدا عن الحقد وعن الكراهية، فهو ليس تنازل، ليس هو سلبي، ليس بالمفهوم الذي نفهمه إذا ضربك أحد على خدك الأيمن أن تعطيه خدك الأيسر، لا، التسامح نقصد به وهذا ما اشتغلنا عليه هو آلية لمعالجة المشاكل تعتمد أساسا الحوار. ممتاز. في هذا الإطار كانت المبادرة التي اشتغلنا عليها مع المؤسسة الدولية للتنمية والتدريب
وهي جمعية طبعا وطنية تشتغل في مجال التربية على المواطنة والقيم من خلال برنامج برنامج شامل حوالي 25 مدينة مغربية، والبرنامج هو المنتدى المغربي لشباب التسامح اللي كان عنده واحد التأثير هو اللي غنتكلموا عليه ان شاء الله بطبيعه الحال. طيب سانتقل للدكتور احمد دفري، هل في رايك لدينا استراتيجيه اعلاميه وطنيه في مجال التربيه على التسامح، وهل يمكن لوسائل الاعلام ان تلعب دورا في هذا الاطار؟ نعم، بالنسبه للشق الثاني من سؤالك استاذه خديجه، بطبيعه الحال ان وسائل الاعلام من شأنها أن تمارس وظيفة في منتهى الأهمية على مستوى نشر ثقافة التسامح وفق المفهوم الذي تفضل بتحديده الأستاذ عبد الإله الصغير، وهذا أمر لا جدال حوله بحكم أن الإعلام هو مدرسة لكافة متلقي الخطاب الإعلامي، لأن الآن نحن نجد أنفسنا يوميا إزاء مجموعة من المنابر التي نكون في اتصال مباشر معها لكي نستقي الأخبار، لكي نتعرف على ما يروج في العالم، وحتى لكي نتواصل مع بعضنا البعض. إذن فمن خلال هذه القنوات يمكن أن نتشبع بقيم التسامح. هل لدينا الآن استراتيجية مثلا وطنية على مستوى ثقافة الإعلام وترسيخ ثقافة التسامح وترسيخ هذه القيمة داخل المجتمع؟ فالاستراتيجية فهي حتى وإن لم تكن واضحة المعالم وغير معلن عليها انطلاقا من واحد الميثاق أو انطلاقا من أفكار التي يمكن أن نتحدث عنها بوضوح ضمن وثيقة، فيبدو أنها أحيانا تتمثل في بعض البرامج التي ربما تكون في إطار مناسبات معينة تتحدث من خلالها عن التسامح وفق أجناس إعلامية معينة، إما من خلال الأخبار أو من خلال آراء وتعليقات وإعطاء مجموعة من التعقيبات، أو من خلال كذلك أجناس ديال الحوار والروبورتاجات والتحقيقات. طيب أستاذ عبد الإله، يعني كيف تقيمون نتائج البرامج التي قمتم بإنجازها على مستوى التربية على التسامح داخل المؤسسات التعليمية تحديدا؟ في البداية أغتنم هذه الفرصة لأوجه التحية والتقدير لوزارة التربية الوطنية، للأكاديميات، المديريات الإقليمية التي اشتغلنا معها، وبالتالي أنها كانت ساهمت معنا وبشكل كبير وتعاونت معنا من أجل أن نلج فضاءات التربوية والأقسام والاحتكاك بالمعنيين بالأمر بالمنظومة، وكان هذه المساهمة كان لها أثر إيجابي. فلا بد من الإشارة إلى أننا ما قمنا به هو دعم وتكملة للمجهودات التي موجودة ويقوم بها الطاقم الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية، لأن لم نأتي بجديد، فقط نحن أتينا لكي ندعم ونرسخ ونطور ونساند ونكمل المجهودات التي تقوم بها الأسرة التعليمية داخل الأقسام. فمثلا جئنا من أجل أن ندعم الثقافة المدنية القائمة على القبول بالغير ونبذ العنف بكل أشكاله، لأن حينما نقول العنف لا نقصد دائما هي المدبزة هي الكذا، لا، نقصد العنف سواء الإنسان مع ذاته أو الإنسان مع الآخر، الإنسان مع تجهيزات المؤسسة، العنف مع البيئة، العنف مع قطع الأشجار، قطع كذا. إذا فكل هذا نعتبره عنفا. فجاءت هذه التجربة وساهمت بشكل كبير من خلال المساهمة ديال السادة الأساتذة والأستاذات مؤطري الأندية، وكذلك بمساهمة التلاميذ. ولقيت هذه التجربة وهذه المبادرة لقيت استحسانا كبيرا بشهادة الجامعة، وجاءت كذلك لتأصيل ثقافة التسامح والسلوكات المدنية وتأصيل وترسيخ قيم المواطنة، لأن المواطنة كيف ما كنعرفوا هي الوعي بالحقوق والواجبات بطبيعة الحال. لابد أن
ومن هنا لابد أن نفتح قوسا لنشيد كذلك بالمجهودات التي تقوم بها يقوم بها منتدى المواطنة من خلال مجموعة من البرامج بشراكة مع وزارة التربية الوطنية وبشراكة مع الأكاديميات. جيد. سواء تعلق الأمر بمدرسة المواطنة أو مدرسة الشفافية أو حاليا البرنامج الذي تقوم به منتدى المواطنة برنامج مدرسة حقوق الإنسان بشراكة بين وزارة التربية الوطنية وحقوق الإنسان والمنتدى. إذن طيب. كل هذه الأشياء مكنتنا من تأسيس مجموعة من الأندية. هذه الأندية تشتغل تحت إشراف مؤطري الأندية من الأساتذة الأجلاء الذين نوجه لهم تحية خاصة. طيب لتحقيق هذه الأهداف ما خصش يكون هناك ربما إكراهات أو ربما أمور اللي هي تحول دون تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي سأطرح هذه النقطة على الدكتور الدفري. هل يمكن أن تصاحب عملية التربية على تسامح بعض الإكراهات، دعنا نقول بعض العوائق التي تحول دون تحقيق هذه النتائج المرجوة في هذا الإطار؟ هو أستاذة خديجة، عندما تكون هناك استراتيجية سواء في مجال التربية والتعليم والتكوين أو في مجال الإعلام على تحقيق واحد الهدف اللي هو التربية على التسامح، يجب أن يكون هناك تصور عام لما هي الوسائل وما هي المعيقات المحتملة. يجب أن نستبق الأمور وأن نضع واحد مخطط واحد تصور لتجاوز هذه العوائق. والعوائق بطبيعة الحال هي مرتبطة بأولا المتعلم بهذه القيم، يعني يجب أن تكون هناك دراسات دقيقة لأين يتمظهر اللا تسامح حتى يمكن أن نعالجه، وإلا إن تحول فقط إلى مجموعة من الدروس التي يجب أن يتعلمها التلميذ أو أن يقوم بحفظها كما هو الحال. عفوا على المقاطعة دكتور دفري، ولكن في نقطة ما خصنيش نفوتها في تتعلق بتمظهرة اللا تسامح، يعني شرتي يعني التمظهر ديال اللا تسامح، كيف يمكن أن نشرح ذلك بشكل مبسط للسادة المشاهدين؟ التمظهر بمعنى أين يظهر؟ أين يظهر؟ كيف يبان هذا اللا تسامح؟ نعم، إذا أين يظهر هذا التسامح؟ كيفاش كيظهر؟ بمعنى أنه عندما تحدث الأستاذ عن اقتلاع النباتات فهذا عملية ديال العنف اللي هي فيها عدم تسامح مع أمر لا يجلب لنا أي ضرر. فعندما مثلا نقوم بممارسة العنف اللفظي على الزملاء فهذا أمر يتمظهر من خلال الكلام النابي، من خلال الاحتقار، من خلال ممارسة العنصرية. عندما نتعامل مع الوافدين على المغرب مثلا من إفريقيا جنوب الصحراء اللي هما أشقائنا في الإنسانية وفي القارة وفي الوجود، عندما نتعامل معهم بكلمات نبية تدل على دنيا والاحتقار أو ممارسة الميز العنصري بكلمات، فهذا هو التمظهر ديال عملية اللا تسامح. إذن يجب أولا أن نحدد جميع التجليات فين يمكن تبان هذه العملية ديال اللا تسامح. بعد ذلك نقوم بممارستها تطبيقيا. إذن فين كاين المعيقات؟ المعيقات هي هذا المجال التطبيقي اللي من خلاله يمكن نقيمه إجرائيا ونشوفه إلى أي حد وصلنا لتحقيق هذه المرامي. وإلا إذا كانت فقط عبارة عن دروس في الاجتماعيات إطار ما يسمى بمادة التربية على المواطنة ونعطيهم واحد الدرس ديال التسامح ويحفظوه ويدوزوا فيه امتحان باش يحصلوا على نقطة باش ينجحوا، فهذا كنظن بأنه قد يكون معيق بالنسبة لي. نعم. طيب أستاذ عبد الإله الصغير، قد تصطدم أعتقد يعني قد تصطدم التربية على تسامح مع عوائق ربما تتعلق بما هو ذاتي بما هو موضوعي لدى المتعلمين داخل المؤسسة التعليمية، يعني قد تواجهها إكراهات ربما مرتبطة بمشاكل شخصية أو اجتماعية أو نفسية أو أسرية، كيف يمكن التعامل مع مجمل هذه الإكراهات من منطلق تجربتكم وتخصصكم أستاذ عبد الإله؟ طبعا نحن في المؤسسة الدولية استحضرنا هذه الأشياء. نعم. لأن هناك عوائق متنوعة. هناك
الجانب استحضرنا هذا الجانب، وبالتالي أننا قبل أن نلجأ الفضاءات التربوية كان لابد أن نسطر برنامجا يستحضر هذه الإكراهات. فبالتالي أننا قمنا بتحضير نوعية التدريب التي يمكن أن يتلقاها المتدربون الأساتذة الذين سيؤطرون الأندية. ثانيا نحدد نوع الأنشطة التي تقام داخل المؤسسات، بمعنى أن نختار أنشطة مدمجة تعالج وتساهم في معالجة ظواهر، لأنه هذه الظواهر تختلف من مؤسسة إلى أخرى. كذلك من أجل تغيير السلوكات. فمثلا أعطيك مثال، وهذا سبق لي أن قدمت عرضا بخيريس بإسبانيا، دور الأندية التربوية في دور الأندية التسامح في معالجة الإشكالات التطرف. مثلا في اللغة العربية، مثلا أنا كأستاذ اللغة العربية سأدرس الجملة الفعلية، أقول أن الجملة هي التي تتكون من فعل، فاعل، مفعول به. حينما أعطي أنموذجا أو مثالا أقول ضرب أحمد زيدا، فأنا درست هنا الجملة الفعلية ولكن مررت قيم العنف. إذن علي أن أختار، على الأستاذ، وهذه الأشياء التي ركزنا عليها، أن يختار الأمثلة التي تساهم في تغيير السلوك الذي يقصده. فبدل أن أقول ضرب أحمد إدريس أقول غرس الرجل الشجرة، أو غسل الولد يده. فأنا أمرر أدرس الجملة الفعلية ولكن أمرر وأغرس بخطاب تسامح في قيمة ديال الصحة، قيمة ديال التجاوب إلى غير ذلك. إذن فهنا من هنا قلت لابد أن استحضرنا على أن نقدم للمدرب مجموعة من الآليات، مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الأشياء في إطار المعرفة لكي يعالج هذه الظواهر، ولكن بصيغة يستعمل فيها كما قال السيد الضفري وأنا أتفاعل معه. اعتمدنا مجموعة من الدعامات البيداغوجية، من بين الدعامات البيداغوجية الإعلام، المسرح إلى غير ذلك. يمكن أن نتطرق إلى الأشياء في بعد قليل إن شاء الله. جيد. طيب دكتور الضفري، برأيك كيف تتظهر إعلاميا هذه الممارسات اللي هي متنافية مع التسامح، وبالتالي ما هي الدوافع اللي يمكن تؤدي إلى حدوث هذه الممارسات التي تندرج، دعنا نقول، ضمن خانة لا تسامح برأيك؟ نعم. أستاذة خديجة، في مجال الإعلام هناك بعض القنوات مثلا الإخبارية التي تعطي بعض الأخبار التي فيها بعض الصور التي تظهر وتتجلى عن بكونها أنها متنافية مع لا تسامح، ولكن الخبر يبقى محايدا، وهذا ربما يؤثر على ثقافة التسامح. إذن الخبر إن كان فيه عنف لا تسامح يجب تعليق عليه، يجب إعطاء رأيه حوله. إذن مباشرة يجب أن نقوم بمعالجة ما نقدمه للمتلقي إذا كان المحتوى الخبري فيه أمور ربما سوف تحدث تأثيرا سلبيا على مستوى ثقافة التسامح. هذا من جهة. جهة أخرى فيما يتعلق بالمقاربات التي نعتمدها لمعالجة بعض القضايا الكبرى، قد نحتاج إلى أجناس إعلامية معينة، مثلا الحوارات. فالحوارات يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولون لديهم قدرة على إدارة الاختلاف فيما بينهم، بدون صراخ، بدون استعمال ألفاظ جريحة، بدون اتهامات، بدون تخوين إلى غير ذلك. فيما يتعلق كذلك بالترفيه، في مجال الترفيه هناك الكثير من الأعمال التي يقصد بها الترفيه، ولكن تؤدي إلى تكريس وحد نوع الممارسات اللي هي متنافية نهائيا مع لا تسامح. صحيح. فيها مسابقات للكراهية، تكرس للكراهية، مسابقات العنف. نعم. للدنيا. نعم. الدنيا ديال المرأة، الدنيا ديال مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، الدنيا ديال الناس اللي هما مثلا الممارسة ديال يعني الضحك عليهم من خلال اللون ديالهم أو الشكل ديالهم، كذلك من خلال الأفكار ديالهم، من خلال العقيدة ديالهم الدينية، من خلال مثلا الانتماء ديالهم إلى جهة من الجهات، الثقافة ديال كون أن هذه المنطقة فيها أشخاص اللي هم عندهم واحد العبارات مضحكة، ملابس مضحكة إلى غير ذلك. كثير من الأمور التي من الضروري أن نقف عندها ولا يمكن أن نتركها تمر هكذا.
دون أن نضع حدا لها من خلال التنبيه إليها، وهذه مسؤولية الإعلامي ومسؤولية الاستراتيجية الإعلامية التي نريد أن نحققها في هذا الاتجاه والتدخل. فعلا، إذن ربما سنتساءل فيما بعد في الجزء الثاني عن هل فعلا يعني البرامج التعليمية استطاعت أنها تنجح في تمرير هذه القيمة أو التربية على التسامح في الجزء الثاني، ربما سنلقي الضوء بشكل موسع. لكن الآن وصلنا لختام هذه الحلقة، كل الشكر للأستاذ عبد الإله الصغير المنسق الجهوي للمؤسسة الدولية للتربية للتدريب عفوا والتنمية، عضو فريق مدربي المنتدى المغربي لشباب التسامح. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الإله. شكرا لله خديجة. شكرا جزيلا. الشكر أيضا موصول لكم دكتور أحمد دفري مستشار البرنامج وخبير في علوم الإعلام والتواصل والنقل الفني. شكرا جزيلا سحمد. شكرا لك يا أستاذة خديجة. نعم، إذا حديثنا سيستمر بعد فاصل قصير مستمعنا، لكن مشاهدينا شكرا جزيلا على كرم المتابعة، وأنا على وعد اللقاء بكم غدا في نفس الموعد هنا على قناة مدينة كافية.